ذوق، انا ذوق معدول معوج مبسوط مكبوت محبوب، وانا ذوق وانا ذوق. خناقات وقصات وصولات فواتير ارنبه بتخلف في الكذاب فوق بقال وعيال، قال شوبينج قلب وافير تبذير ودخول وخروج ودخول وخروج. اقصار مشهرة بعدها إفلاس، تكشيرة بدون أسباب وخلاص خلاص. عزومات مشهرة بعدها إفلاس، تكشيرة بدون أسباب وخلاص خلاص. وساعات على النت وسايبة البت وغيرة من دية وغيرة من دية. سيب الناس دي وتعال يا بت، داوي النوت أهلا وك. غيرة وشك وعك ولوم تحقيق تلفيق وبقع في هدوم وهموم بتدوم ولا ليها لزوم، واللي بينام عليه بنقوم. وانا هبقى مجرد يافطة في يوم، هنا يركض المرحوم، هنا يركض المرحوم. مرحوم 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 وانا زوج. سيكوريتي، انا مدام محمود بي ابارتمان 27. تحت امرك يا فندم. قولي الشوفير بتاعي موجود تحت؟ لحظه واحده يا فندم. ايوه يا فندم موجود، بس نايم في العربيه. نايم في العربيه؟ لا من فضلك صحي، قولي يجهز العربيه عشان انا نازله كمان ربع ساعه. تحت امرك يا فندم. كله غلط كله غلط كله غلط. ميزانية باظت، فواتير التليفونات نار، والكهرباء بقت تستهبل كهرباء وزبالة، وفواتير المية، وصيانة أسانسير، وقسط شقة، وقسط عربية، وكروت محمول، وورد. أحسبها تاني، أحسبها تاني. هلو ناديا. هاي، ازيك؟ فهما وصلتي هناك؟ لا هي ده قريب قوي. بصي بقى حبيبتي، هتلاقي عناصيا شوبير مارشي. ايوه هو ده، ادخلي هناك واسالي اي حد على بيت مدام ساميه شاهين هيقولولك. يا حبيبتي ده انا احسن زبونه عنده. انت بس اوصلي لحد العماره هتلاقي العربيه بتاعتي، طبعا عارفاها. هتلاقي الشوفير مستنيكي في العربيه، استنيني وانا هنزلك حالا. يلا سالو باي. مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة. ايه ده؟ حبيبي بيكلم روحه؟ ايوه يا ستي، بكلم روحي، بكلم نفسي، بكلم الكالكوليتر، بكلم الارقام. ما خلاص خلاص باظت، مفيش فايدة مفيش فايدة. خلاص يا حبيبي ورينا شطارتك، مش انت مدير حسابات في شغلك وعندك اكسبيريونس؟ اكسبيريونس ايه؟ الحكاية مش محتاجة اكسبيريونس، المشكلة بقى الحقيقية ان بيتنا بيسقف بايد واحدة. يعني ايه بيسقف بايد واحدة؟ يعني ما فيش حد شايل الهم معايا في البيت ده غيري لوحدي. غيرك لوحدك؟ ده نظام رمي كلام بقى. ولا رمي كلام ولا حاجة، أنا قلت عليك حاجة ولا قلت عليك حاجة؟ أنت قلت ما حدش غيري. هو في حد في البيت ده غيري وغيرك؟ آه
في تسيب اقتصادي، في جنون استهلاكي. رجعنا تاني للاسطوانة دي. لا يا ستي، ولا اسطوانة ولا شريط، خلاص انا هراجع الحسابات من اول وجديد. اقول لك حاجة، انا هراجع الحسابات من اول وجديد. اوكي. عايز سكيورتي؟ اوكي جاهز. طيب انا نازله حالي. بيبي سالو. ايه رايحه فين؟ ما انا قلت النهارده الانيفرسير بتاع بنت مدير معمول في الكلوب، وكل بيرسونال الشركه هيحضر. وانت ما ينفعش يعني تعتذري على الانفرسيل ده؟ لا ما ينفعش. وبعدين هقعد اعمل ايه؟ اقعد جنبك وتقعد تذلني وتخنقني بالاجنده والكالكولاتريس بتوعك؟ سالو. سايبه اكل في المطبخ ولا لا؟ اوه باردون بيبي، نسيت اعمل اكل. اطلب تيك اواي، انا اكيد هتعشى بره. انا اللي جبته لنفسي، انا اللي جبته لنفسي، اللي خلاني بس ابص لفوق، اللي خلاني ابص لفوق. الف الف مبروك. كل سنه وانت طيبه. حالتك طيبه. ميرسي. كل سنة وانتي طيبة يا أمورة. وحضرتك طيبة. حضرتك النهاردة شيك قوي، ستايل ستايل، آخر روشانة. ميرسي بوكو يا حبيبتي. بجد يا طنط، حضرتك ذوقك في اللبس يجنن. شد حيلك وعلمي رشا الشياكة والأناقة. رشا مين؟ رشا أنا يا طنط. آه بيان سور يا حبيبتي، بس بليز بلاش طنطي. أسيبك بقى معطلكيش عن ضيوفك. أوكي. على فكرة سامية اشترت هدية غالية قوي من أكبر محل في الزمالك. معقول؟ ياه. ده تبقى كده ضمنت اكبر كميه مكافئات وحوافز في الشركه. اكيد. بونسوار طول الموند. بونسوار سمسم. ايه الشياكه والاناقه اللي انت فيها دي؟ عايزين بقى نعرف منين. اكيد بتشتري مجلات موضه. بيان سور، وبحضر ديفيليهات كمان، بس انا من صغري وانا عارفه اختار اللي يناسبني في لبسي وشعري ومكياجي. هو بقى ده اللي احنا عايزين نعرفه. هقولك انا في الحكايه دي بعتمد على اجمل نجوم السينما، يعني هما بيروحوا لاحسن اخصائيين تجميل واحسن كوافيرات واحسن مصممين ازياء. انا بقى بقصر الطريق وباخد السكه من الاخر. يعني ايه بتاخدي السكه من الاخر؟ هقولك يعني ليلى علوي مثلا تسافر بره وتلف وتدور وتتعب جدا على ما تلاقي احلى فستان سواري. انا بعرف من المجله هي جابته منين واقوم جايبه زيه. نبيله عبيد تروح لاحسن كوافير في البلد وتقول له يغير لها شكلها ويعمل لها نيو لوك. انا بعرف من المجله الكوافير ده واطلب منه نفس التسريحه ونفس لون الشعر. يعني مثلا لبس زي لبس النهارده ده تشكيله من ذوق ليلى علوي على الهام شاهين على نجلاء فتحي. تسريحه شعر نفس تسريحه ميرفت امين زمان. الاكسسوار بتاعي اكسسوار صفيه العمل. الميك اب ميك اب نبيله عبيد. المهم بقى عشان كل ده يبان ان انتوا تحافظوا على رشاقتكم. ايه ده يا ساميه، ده انت مضيعه ماهيتك كلها على اللبس والاكسسوار. ماهيه ايه؟ دي كلام فارغ. ربنا يا رب يخلي لي بابا وماما، مش مخليني محتاجه حاجه خالص. الوظيفه دي علشان اشغل وقتي بس. طب انت عارفه يا ناديه الشوفير بتاعي اللي وصلك النهارده؟ البي ابو بدله وكاسكته بياخد ماهيه اكبر بكتير قوي من ناس كتير عندنا في الشركه. يا جماعه بقول لكم ان الوظيفه بالنسبه لي دي مجرد تسالي وتضيع وقت. يا شوقي، قاعد في البيت لوحدي عمال بكلم نفسي زي الاهبل. شويه مشاكل كده بس خير ان شاء الله. مدام نزلت يا سيدي، عندها حفله تبع الشركه اللي هي شغاله فيها. اجي لكم فين؟ قهوه حامد بتاع زمان. طبعا فاكرها. انت بتتكلم ازاي يا عم؟ مين جاي؟ عبد السلام وحسني بجد جايين؟ الله، هما مش في الامارات؟ جايين يومين وراجعين يعني. لا خلاص لازم اجي طبعا. بقول لك ايه، عم عدوي بتاع الطعميه اللي جنب القهوه شغال ولا قفل ولا ايه؟ حلو، اصل انا ميت من الجوع. ماشي، مسافه السكه اكون عندكم. شوي بقول لك ايه،
مسافة السكة وأكون عندكم. يا سلام، إيه ده؟ فين هدومي؟ ثانية حاطط هدومها مكان هدومي. ماشي يا ثانية، ماشي، بتبدل زي ما هي عايزة، بيتها وهي حرة فيه. الله الله الله، إيه ده إيه ده إيه ده؟ ما الهدوم راحت فين؟ دي استولت على الدولاب كله. معلقة هدومي على الشماعة؟ أنا هدومي تتحط على الشماعة يا سامية؟ ماشي يا سامية، أنا بقى ليا حق في البيت ده زيك وأكتر كمان. أنا هدومي ما تتحطش على الشماعات. أنا هدومي ما تتحطش على الشماعات. حطش على الشماعات، حط في كلابي زي ما هي. حطش على الشماعات خالص. ايه تستهبل سامية، تستهبل هدومي تتحط على الشماعة. يا نهار ابيض. الحمد لله، من زمان الواحد ما تعشاش عشوة جامدة زي دي، وغير كده من زمان الواحد ما تعشاش عشوة جامدة زي دي. طبعا يا عم محمود، ما انت سبت المكان هنا وعشت عند الناس الاكابر. يا سلام، ويعني حتة الناس الاكابر ما فيهاش طعمجية؟ مالين يا اخويا البلد كلها. هتلاقيك يا عم خلاص خدت على العز من بعد ما اتجوزت، دلعت معدتك، خدت على الاكل النواعمي الرقيق، الملفيه والباتيه والنسكافيه. انت حوده فقدت المناعه ضد الفول والطعميه والبتنجان. اترياقوا اترياقوا، ما انتوا بقالكم كام سنه في الامارات بتدوقوا الاكل اللي عمرنا ما سمعنا عنه هنا، وغير كده بقى محوشين على قلبكم قد كده. يا ساتر، طب تصدق بيه ان مرتباتنا في الامارات ما تجيش قد مرتبك في الشركه الاستثماريه اللي انت بتشتغل فيها؟ امال انا ليه مش عارف اعيش بالمرتب بتاعي؟ يعني ايه مش عارف تعيش؟ ما انت عايش اهو يا حوده. ما انت عشان تتجوز لازم تجيب شقة، الشقة طبعا عايزة مقدم واقساط بالهبل، غير العربية بمقدم وباقساط برضه، غير فاتورة التليفون، غير الفواتير بتاعة الموبايل، غير بقى الكهرباء. المدام عندي مكيفة الشقة كلها، بتجيلي الفاتورة بتاعة الكهرباء ب 500 جنيه، بقيت شغال عند الكهرباء. غير ده وده بقى التيك اواي. التيك اواي ده مصيبة سودة يا أستاذ، تفتح الجورنال ينزل لك الإعلان بتاع التيك اواي، تفتح التلفزيون يجيبوا لك إعلانات تيك اواي، تروح تشتري التيك اواي يجيبوا لك تيك اواي، وطبعًا عند المدام بتستسهل. خلاص يا سيدي، أنت مأزمها ليه دلوقتي يا أبو حنفي؟ خليها تساعدك بمهيتها. يا عم مهيتها مش مكفية حاجة، هتكفي إكسسواراتها اللي هي بتشتريها، ولا الكوافير ولا المكياج. ياه، ده أنت حالتك منيلة ب 660 نيلة. اهدى كده وروق، إحنا نطلب أربعة شاي نشربهم قبل ما تحكي لي. زيزو أربعة شاي. طب ما احكي لكم على ما يجي زيزو بالشاي. يلا ولا نستنى نشرب شاي وبعدين احكي. ولا اقول لكم انا هروح هروح. ايه ده؟ هو فين؟ الساعة 7. ايه ده؟ صاحي يعمل لي تحقيق على الصبح؟ يا هانم، ارجو الحصول على اجابه منطقيه لهذين السؤالين. السؤال الاول، لماذا اخرجتي ملابسي من مكانها في الدولاب لتحل ملابسك مكانها؟ ايه الجنان ده؟ السؤال الثاني، ما معنى هذه الفاتوره المرفقه طقم كريستال ب 700 جنيه؟ دي فاتورة الهدية بتاعت امبارح. اوكي يا محمود. حسني وعبد السلام عناوين في الامارات. اوكي، اكيد اصحاب. اتنين وخمستاشر صباح، اتنين وتلاتين، اتنين وتلاتين ونص، 25 25 25. اصحى يا مسيو. ايه ده؟ انا اصلي ما نمش طول الليل. طب اقعد كلمني. خير؟ عايزة ايه؟ عايزة اعرف ايه ده؟ دي ورقة أسئلة وعايز عليها أجوبة ضروري جدا.
خرجت هدومك من الدولاب ليه؟ عشان هدومي كترت. هدومي كترت ليه؟ عشان انا ست، وطبيعي جدا ان الست هدومها اكتر من الراجل. مش عاجبك؟ غير الدولاب وهات دولاب اكبر. ماشي، السؤال التاني. السؤال التاني، الفاتورة دي فاتورة الهدية اللي جبتها البنت المدير في عيد ميلادها، والهدية لازم تكون من مقام اللي بيهدي بيها، صح ولا أنا غلطانة؟ بصي يا سامية، بصي، أنا الراجل البيت ده وأنا المسؤول عشان المركب تمشي، وعشان المركب تمشي لازم أكون واخد قرارات. أهم حاجة في القرارات دي بقى يا سامية إن إحنا نوفر شوية، نوفر في كل المصاريف اللي بتضيع في العبط. يعني أنا طول الليل قاعد عمال بحسب، إحنا ممكن نوفر أول حاجة مثلا 300 جنيه، ال 300 جنيه دول بتوع السواق بتاعك بتاع العربية. أنت دلوقتي معاك رخصة السواقة، خلاص ماشي السواق ونوفر ال 300 جنيه اللي بندفعهم له. بندفعهم له؟ مش يا خيتو إكزاجير، ال 300 جنيه دول أنا اللي بدفعهم له، أنا. ماشي يا ستي، أنت اللي بتدفعيهم للسواق، خلاص خلي السواق، بس قسط العربية بتاعتك بقى أنا اللي بدفعه، ها؟ أنا اللي بدفعه. يا سلام، وإيه؟ ما هو الشقة والعربية وشعري وهدومي ومكياجي ولبسي وأكلي وشربي وكل حاجة المفروض أنت اللي تدفع. يا حبيبي، مش الرجالة قوامين على النساء؟ الرجال قوامون على النساء مش بس في الفلوس والمصاريف، لأ، الرجال قوامون على النساء في كل حاجة. يعني الراجل لما يقول لمراته بلاش اللبس الأوفر تسمع كلامه، أما الراجل يقول لمراته بلاش الهدايا بمناسبة ومن غير مناسبة عمال على بطال تسمع كلامه. لما الراجل بقى يقول لمراته بلاش تقلد نجوم السينما والتلفزيون وعروض الأزياء تسمع كلامه. يا حبيبي، ما انت واخدني من بيت بابا متعودة على العيشة دي والأسلوب ده، وبعدين كل بنات العيلة رجالتهم مخلينهم مش محتاجين حاجة. ولعلمك بقى، مفيش ولا واحدة من عيلتنا اتجوزت في شقة بالتقسيط ولا جوزها جاب لها عربيتها بالتقسيط، وما فيش ولا واحدة اضطرت تنزل تشتغل علشان تكافي نفسها. كلهم قاعدين في بيتهم، واللي بتخرج فيهم بتخرج علشان تروح سهرة، تروح النادي، تحضر ديفيليه، مش بتشتغل عشان تساعد جوزها. شغل ايه اللي انت بتشتغليه؟ انت المرتب اللي انت بتاخديه من شغلك بتضيعيه على الكوافير والماكير والباديكير، وغير كده بقى بتاخدي نص مرتبي عشان تشتري بيها هدايا تتمنظري بيها على الناس اللي معاكي في الشغل. يا ريت بتعملي بيها حاجه مفيده. لا، ده انت بتتمنظري بيها على الناس اللي معاكي في الشغل. يا حبيبي، اللي انت بتديهولي ده الارجون دو بوش بتاعي. اهو جورج بوش بتاعك ده بقى هو اللي مضيع الدنيا. اتفضلي حضرتك اقري، بصي الصفحه دي. ايه ده؟ ايه النمر دي كلها؟ هي دي مش نمر، دي ارقام تحت بعض، وانا اسف جدا ان انا كتبتهم بالعربي. حضرتك الارقام دي بقى بتاعه التيك اواي، احنا كلنا في الشهر اللي فات ب 500 جنيه اكل جاهز، ده انا ما عملتهاش وانا عازب. 500 جنيه ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ يا حبيبي خليني اقول لك ان انا بنات عمامي وبنات خالاتي بيدفعوا اكتر من كده في الشهر الواحد لواحده بس من الشغالات اللي اجانب اللي عندهم، وبالدولار. كنت قبل ما تيجي تتقدم لي اسأل نفسك انت بتتقدم لمين وبنت عيلة مين. الو، اه بونجور ماما. لا حبيبتي، النهاردة ما فيش، النهاردة كونجي. بجد؟ لا لا خلاص، انا هاخد الدوش بتاعي حالا وهجيلكوا على طول. يلا وفوار. على فين يا بنت الناس الجامدين؟ جالي سكور من عند ماما وبابا. ستوح اللي جالي؟ سكور، انقاذ. رايحين يقضوا اليوم في عين سخنة. حابب تيجي معنا؟ اهلا وسهلا، بس سيلتو بلي، سيب النكد في البيت. بص يا ستي، النكد لا هسيبه ولا هروح له، انا قاعد هنا مش هروح العين السخنة، هاخد دوش في العين الساعة جوه في الحمام. اوكي، كم تو فو، خليك مع النكد. سالو. انا اللي جبت نفسي، انا غبي ان انا اتجوزت، انا غبي ان انا اتجوزت. لا وغير كده، انا غبي ان انا اتجوزت. ايوه ايوه. مين اللي بيخبط الجرس بالطريقه المزعجه دي؟ اكيد سامية بنتك. الله، هي لحقت توصل؟ ايوه. اهلا اميره. صباح الخير. مالك يا حبيبتي؟ خير. حقيقي يا طنط، الحقني يا انكل. في ايه يا بنتي؟ منير جوزي هرب. هرب؟ هرب راح فين؟ معرفش، انا صحيت الصبح لقيته سايب لي جواب ما
بيقول انه مسافر وسايب مصر كلها. ارجوك يا انكل كلم اصحاب حضرتك اللي في المطار خليهم يقبضوا عليه ويمنعوه من السفر. اصحاب ايه ومطار ايه؟ انا مش فاهمه اي حاجه. يا بنتي اهدي 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 يا اميره يا بنتي، تعالي بس من دخله الباب. خشي يا اميره خشي. عايزك تخشي كده وتقعدي كده وتروقي وتحكي لي الحكايه بالظبط عشان نعرف نتصرف. ويا ريتك يا عايده جيبي لي القهوه بتاعتي من جوه. حاضر يا شاهين. تشربي حاجه يا حبيبتي؟ متشكرة يا طنط. اتفضل حضرتك. ادي الجواب اللي منير سابهولي الصبح. جواب ايه ده؟ تعبت قوي ومش قادر استحمل اكتر من كده. قبل ما اتجوزك كنت بشتغل مهندس، وبعد الجواز لقيت نفسي بشتغل بنك. كل مهمتي في الحياة اجيب فلوس علشان انت تصرفيها. دخلت داومت الديون واتحجز على العربية والشقة، لميت هدومي وسايب لك البلد باللي فيها وهربت. وياريت ما تدوريش عليا تاني. لا حول ولا قوة الا بالله. ساب لك الجواب ده النهارده الصبح؟ ايوه، ما لقيتش هدومه في البيت. البواب قال لي انه شافه الصبح بدري معاه شنط وبيوقف تاكس وبيقول له وديني المطار. طفش مسكين. مين قال لي مسكين؟ ده مفتغي ما عندوش ضمير. ما عندوش ضمير؟ طب اقري الجواب ده كده وانت تعرفي ان هو مسكين. الكلام اللي كتبه في الجواب ده صحيح؟ صحيح يا بنتي، اتحجز على الشقة واتحجز على البيت، وصحيح ان هو كان بيشتغل زي الطرف السائق الصبح وبعد الظهر. يا عيني، ما قالكيش طفش راح فين المسكين ده؟ ما عرفش، بس في الكام شهر اللي فاتوا كان بيكلم واحد صاحبه في الكويت كتير، بيشتغل مدير شركة مقاولات. طيب ما علينا، ناخد التليفون ونسأل. لا كده خلاص وضحت الرؤية. تفش. أيوة الدليل. ما تقفليش أرجوك السك. استعلامات المطار. جوزك في الجو بقاله 5 دقايق طاير على الكويت. يا نهار ابيض. طب يا انكل اتصرف، اعمل اي حاجه. اعمل ايه؟ خليهم يرجعوا الطياره ولا يدلقوا جوزك من الطياره في الجو؟ من فضلك يا انكل، ده حضرتك كنت لواء في البوليس. ولواء في البوليس يعني ايه؟ لواء في البوليس موظف زي بقيه الموظفين، بيتقاضى ما هي اخر الشهر عشان يصرف على بيته، والناس اللي في البيت فاكرينه مطبعجي بيطبع فلوس. وهات هات هات هات. موظف عادي بيستلف وبيدين وبيتزنق وبيستبدل معاش عشان يعيش. قصدك ايه يا شاهين بالكلام ده؟ قصدي اللي انا قصده بقى. وبعدين القهوه دي وحشه مش عجباني وناقصه بن. طب يا انكل والعمل دلوقتي؟ العمل على ربنا يا بنتي. اكيد دي ساميه. بونجور يا روح مامي. بونجور ماما. كم تي جولي. ميرسي. بونجور بابا. ألا أميرة كمان هنا؟ كومون فاتو يا إيمي؟ طبعا جاية معانا عين سخنة، هيبقى يوم جناح. اسكتي يا ماما، الأسبوع اللي فاتت زي ما يكون قلبي كان حاسس، جبت مايو فرنساوي تحفة وكاش مايو طلياني يخبله. جبتي لي حاجة معاكي؟ بيان سور. احنا بقى مش رايحين العين السخنة. ليه بقى مش رايحين العين السخنة؟ طلعت في دماغ اهلي ان احنا مش رايحين العين السخنة. لا انا اتفقت مع باكينا وبيريهان اني هقابلهم هناك. وانا اتفقت مع سيد وشعلان ان انا قاعد هنا اهو، ومش رايحين العين السخنة يعني مش رايحين العين السخنة. والقهوة دي مش عجباني، وتعملي لي قهوة وتدخليها لي جوه. كيسكي لا بابا؟ في حاجة حصلت زعلته؟ هو مولود كده. أميرة،
كيسكو تو يا انتي بتعيطي؟ منير جوزي طفش هرب من البيت وراح الكويت. يا ترى محمود اتأخر كده ليه؟ النهارده كونجي، خرج راح فين؟ يا ليكون عملها زي منير وطفش وساب البلد. جايز ما هو كان كاتب ورقة فيها الأدخاس بتوع أصحابه اللي في الإمارات. يا نهاري، يكون عملها وطفش؟ لا امبوسيبل، هدومه وحاجته كلها هنا. لا ما يعملهاش، محمود مام. طب ما منير كان بيحب أميرة. نو، أميرة غيري خالص، هي خربت بيت جوزها. طب ما انا برضو ملخبطه عيشه محمود. يا رب توبه. خلاص يا رب. اهو جه. ايه ده اكل وشمع وفاكهه. عامله عزومه ست ساميه اكيد لباباها ومامتها، شبعتش منهم طول اليوم النهارده في العين السخنه. يلا انت حر بقى. يا شوقي. ايه يا عم انا محمود، اخبارك ايه؟ ايه الدوشه اللي عندك دي؟ ايه عامل سهره؟ بجد انت عبد السلام وحسني؟ لا، لازم اجي لكم طبعا، اغير هدوم واجي لكم على طول. بقول لك ايه، اجيب لكم حاجه وانا جاي؟ طيب ماشي. بقول لك اجيب لكم حاجه وانا جاي؟ طيب يلا سلام. سلام. ماشي يا ساميه، اتهني بقى مع باباك ومامتك براحتكم، كلوا الشمع حتى. عب سلام وحسني. ايه ده؟ كل شويه تشيل الهدوم وتحط الهدوم. يا سلام، اخيرا هدومي رجعت دولابها. هلو بيبي، وحشتني. كنت هزعل قوي لو كنت اتعشيت بره، اصل انا النهارده من الظهر وانا واقفه في المطبخ، كنت عايزه نتغدى سوا. بعدين انت اتاخرت، قلت ماشي نتعشى سوا. اكيد في حاجه. باباكي ومامتك موجودين هنا وانت عايزه تبيني لهم ان انا عايش في سعاده زوجيه ما حصلتش، صح؟ اخسى عليك يا مولتي، بابا وماما في بيتهم، مفيش حد هنا غير انا وانت. بابا وماما في بيتهم؟ يبقى اكيد عملتي حادثه جامده جدا بالعربيه ومحتاجه فلوس عشان تصلحيها. مين دي اللي عملت اكسيدون؟ انا بسوق احسن من الشوفير. احسن من الشوفير؟ يبقى اكيد محتاجه فلوس كتير عشان تشتري هدوم جديده، صح؟ سبحان الله. في طبعا هما الرجاله دايما كده، افكاركوا غريب. فيها حاجه يعني، لما واحده تبقى بتحب جوزها وتعزمه على عشاء رومانتيك وتشغله ميوزيك، ولا لازم ابقى عايزه منك حاجه؟ تكونش راسم على سهره بره؟ لا، مش هصل. لا طيب، عن اذنك يا بيبي هروح اشوف الكوردون بلو. ده ايه السعادة اللي انا فيها دي؟ الو؟ يا شوقي. لا معلش مش هقدر اجي النهارده، اصل عندي كوردون، عندي صداع جامد جدا جالي فجأة كده، فقلت اقعد بقى. طيب هكلمك بكرة ان شاء الله. مع السلامة يا شوقي. شوقي هكلمك بكرة ان شاء الله. مع السلامة.
طيبة قوي. كوردون بلو عرفت ان عندي صداع هتعمل لي كمادات. مش فاهم انا ايه حكاية المعاملة الخمس نجوم اللي حصلت على غفلة دي. اكيد وراها حاجة، ورد وشموع ومزيكا وبوفتيك ومحشي ورز بالخلطة، وكل ده بيتي طبخاه بايديها. غير كده كل ده بيتي وطبخاه بايديها. هاي بيبي. عملت لك ينسون بدل الكافيه اللي بيخليك متوتر وما بتعرفش تنام بالليل. تالي مش الكافيه بس هو اللي بيوتر الواحد ويخليه ما يعرفش ينام بالليل. صح يا بيبي، كمان لما يبقى الواحد متجوز ومراته متدلعة عليه شوية وبتطلب منه طلبات فوق طاقته. على فكرة أنا وبابا وماما روحناش عين سخنة. ما رحتوش العين سخنة ليه؟ في إيه يا سامية؟ ما رضيتش أروح عين سخنة، غيرت رأيي، حسيت إن مكاني هنا، جريت على طول وجيت على البيت. بس يا خسارة ما كانش فيه بيبي. هو ما كانش فيه بيبي عشان كان عنده شغل يا ستي، رايح اشتغل اوفر تايم عشان اقدر اسدد الديون اللي كسره وسطي. سلامة وسطك يا حبيبي، سلامة كل حاجة فيك. سامية في ايه بجد؟ يعني في، انا مش فاهم كلامك. مش فاهم كلامي ليه يا حبيبي؟ انا خدت قرارات. اولا انا مش عايزة الشوفير، هسوق العربية بنفسي. وبعدين ايه التيك اواي والكلام الفارغ ده؟ من هنا ورايح كل الاكل هيتعمل في البيت، الفطار والغدا والعشاء. وبعدين ايه الموبايلات دي كمان؟ العيال كلهم ماسكين موبايلات، احنا بنلحق نستخدم التليفون العادي لما هنستخدم موبايلات؟ تعرف جوليا روبرتس الممثلة؟ تعرفها؟ لا بطل بقى. المهم هي قايلة في المجلة ان هي عندها 4 أو 5 قطقم هدوم بتغير فيهم وتبدل فيهم مع بعض، فبيعمل لها كأن عندها 20 انسامبل. ايه بقى لازمة الدواليب الكبيرة والهدوم الكتير اللي فيها؟ ولا حاجة. سامية في ايه؟ محمود انا بحبك قوي وما اقدرش اعيش من غيرك. ياه معقولة سامية اخيرا رجعت تاني؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي، ويلا بقى شد حيل، كلها كام شهر وهنحتاج مصاريف كتير. انا كنت عارف من الاول يا هانم ان كل الحركات اللي انت بتعمليها دي وراها غرض. يا حبيبي وراها غرض، بس وحياتك وحياتك غرض جميل قوي. انت مالكش نفس تبقى بابا؟ بابا؟ مالكش نفس في بيبي صغير قد كده يقولك يا بابا؟ بيبي يقولي بابا؟ سامية انت حامل؟ وهتجيبي بابا يقول لي يا بيبي؟ بيبي يقول لك يا بابا. يا ستي يقول اللي يقوله ان شاء الله يقول لي يابا. هتجيبي عيل؟ يا بابا يقول لي يا بيبي. الله الله ما شاء الله يا بنتي، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ صحيح هتسافري لجوزي بكره الصبح؟ ان شاء الله الساعه 9 الصبح منير جوزي هيكون مستنيني في المطار هناك. انا مش فاهمه ايه التطورات الغريبه اللي حصلت من ساعه مسافر. مفيش تطورات ولا حاجة يا سامية، الموضوع ببساطة ان انا كنت صريحة وصادقة مع نفسي في المحكمة. محكمة؟ محكمة ايه؟ محكمة عملتها لنفسي، كنت انا القاضي والنيابة والدفاع والمتهم. اكتشفت ان اخطائي كانت كتيرة قوي في حق منير جوزي، واخطر جريمة ارتكبتها كانت الانانية، اهتمامي بنفسي وبس. كل طلباتي مهما كانت هايفة وملهاش لازمة كانت لازم تتحقق. طمعت في منير جوزي، اتدلعت عليه بالقوي، كنت مبهورة ومجنونة بالمظاهر الكذابة. كنت فاكرة ان السعادة رفاهية وماديات وبس، لكن لما منير سافر وواجهت الدنيا لوحدي اكتشفت ان السعادة في الرضا، في البساطة. يا سلام يا بنتي، عين الحقل. برافو عليكي يا أميرة. طب عملت إيه في ديون جوزك؟ في الشقة والعربية اللي محجوز عليهم؟ أبداً يا طنط، بعت كل ذهبي وصرفت شهادتين استثمار كان بابا الله يرحمه كاتبهم باسمي، وسددت كل الديون ولقيت الحجز، وبعت جواب لمنير في كل الأوراق اللي تثبت ده، وطلبت منه إنه يسامحني. كلمني من أسبوع
وصوته كان مخنوق من الدموع. قال لي قد ايه بيحبني وقد ايه حياته صعبه في الغربه وهو بعيد عني. قلت له كلمه واحده بس، ارجوك ابعت لي علشان اجي لك. بس ادي كل الحكايه. يلا يا بنتي سافري لجوزك على بركه الله، واديك عرفتي معنى الجواز وانسي كل اللي حصل كانه ما حصلش. انا يا اميره استحاله انسى اللي حصل. فاكره يوم ما جيت هنا ولقيتك بتعيطي يوم ما موني سافر الكويت؟ يوميها انا اتعلمت درس كبير قوي، درس ظبط لي حياتي مع محمود. بقينا من ساعتها عايشين في هاني مون. بصراحه خفت قوي ان انا اعدي بنفس التجربه اللي انت مريتي بيها. عايزه اقول لك على حاجه، انا حامل في الشهر الثالث. بجد؟ الف الف مبروك. يلا بقى بسرعه سافري المنير، واول حاجه عايزه اسمعها منك ان انت حامل. اوكي ان شاء الله. وانت يا بنتي روحي على بيتك، الساعه بقت 3 وجوزك على وصول. ولا ناويه تديها تيك اواي؟ لا تيك اواي ايه يا بابا، خلاص حرمت. بصي بقى يا ستي، دول قسط الشقه وقسط العربيه، ودول 1200 جنيه الفواتير بتاعت التليفونات. كو سي ترو 1200 ليفر. اوعدك يا بيبي انه المره اللي جايه هيبقى ربع المبلغ ده ان شاء الله يا حبيبتي. ودول بقى مصروف البيت، مش هتصدقي موفرين الشهر ده 250 جنيه. ده رزق البيبي يا بيبي. طبعا يا حبيبتي. بقول لك ايه، انت بكره تخلصي شغل امتى؟ يعني على الساعه 1 كده، ما هو انا اصلي بشتغل نص يوم عشان حامل. طب كويس قوي، يبقى انا ان شاء الله بكره ادفع القسط بتاع الشقه وقسط العربيه، وانت بقى تلحقي السنترال تدفعي الفاتوره بتاعت التليفون. حاضر يا حبيبي، بس بعد اذنك عايزه اشتري جزمه خفيفه كده احسن، الطالون عليه بقى بيتعبني. حبيبتي انت بتستاذنيني ولا ايه؟ انت تؤمري. اقول لك حاجه، انت تؤمري. يلا اتفضلي يا ستي، ده مصروفك ومصروف البيت ومصروف البيت بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هتاكلي ولا ايه؟ ما هو انا بسمعك يا بيبي. لا يا حبيبتي انت لازم تاكلي. تاكلي سندوتش ليكي وسندوتش البيبي. اوكي. هو ده سندوتش ايه؟ جبنه كامامبير. والبيبي عارف اسمها ولا؟ اتفضلي يا فندم. سوقه مش عاجبني، مش هو ده اللي انا عايزاه. يا فندم ده اخر موديل نازل من ايطاليا، احسن من جلد في الدنيا. لا لا لا، سان مو بليبا، شوفي لي حاجه تانية. تحت امرك يا فندم. هات لي الجلد الفرنساوي اللي جانا امبارح يا احمد. حاضر يا زينب. ايه مالك زبونه دي يا احمد؟ اسد يجي 12 بوسطه يعني مفيش فايده، هجيب لها الفرنساوي. ايه بس كام؟ 9. ايوه عنتر، بقول لك ايه؟ نو برضه مش عاجباني. دي احسن حاجه دلوقتي يا فندم في السوق. قول لنا ايه طلباتك يا هاني واحنا نوفرها لك. انا مش عارفه الموديلات مالها السنه دي. ده انا عندي في المحل هنا احدث موديلات في السوق، ده انا كل سنه اجيب بضاعه من اوروبا. الامانه وصلت من لندن يا باشا. اه كويس، عنتر حطها عندك هناك. زينب تحت امرك يا فندم. روح اتصلي بمدام يسرى. مدام يسرى الممثله؟ ايوه يا بنتي، هو في غيرها؟ قولي لها الجزمه بتاعتك وصلت من لندن. حاضر يا فندم. نمرتها في الاجنته اللي على المكتب. حاضر. وانت شوف شغلك. حاضر يا فندم. هي يسرى بتجيب جزمها من عندكو؟ يسرى وليلى علوي وشريهان والهام شاهين، كل نجوم مصر بيشتروا من هنا. ده حتى كان زمان فاتر حمامه كان بتيجي ايام الابيض واسود، والجزمه اللي ما لقاهاش هنا ببعت اجيبها لهم من بره. طب ممكن اشوف جزمه يسرى؟ سوري يا هانم، اصلها جايه ليها مخصوص، ما اقدرش. سيل تو بلي، اشوفها بس. بس لو ما كنتيش تحرجيني. عنتر هات جزمه مدام يسرى. خلاص روح انت يا عنتر. اتفضلي يا هانم. كوسيبو تجنن تخبل، هو ده بجد الذوق.
موبايل مدام ياسر خارج الخدمه والبيت ما بيردش. افضلي وراها لحد ما تجيبيها وتبلغيها ان الجزمه وصلت من لندن. حاضر يا فندم. روح يلا. هي يسرى مقاسها كام؟ ليه يا فندم؟ ابدا بسال بس. مقاس 9 يا فندم. ده مقاسي بالظبط، ممكن اقيسها؟ نو امبوسيبل، دي جايه لمدام يسرى مخصوص من بره يا هانم. انا قصدي بس اقيسها، بعدين لو عجبتني ممكن اطلب واحده زيها. بس دي هاي برايس، غاليه قوي. ما يهمش الفلوس، سيسا مبلي هدفع. بس لو ما كنتيش زبونه غاليه عندي. خلاص اتفضلي قيسي. ممكن الفرده الثانيه يا فندم؟ مش عارف اقول لك ايه. اتفضلي يا فندم. ميرسي. حلوه قوي وعلى مقاسي بالظبط. خلاص انا مش هقلع الجزمه. جو لا بران. ما اقدرش يا فندم، ما اقدرش، دي جايه المدام يسرى مخصوص من لندن، ما اقدرش ابيعها لحد تاني. وهي يعني مدام يسرى عرفت ان هي جت؟ انت لسه البنت اللي عندك قايله انه السلولار بتاعها بره الخدمه وتليفون البيت مش بيرد. يا فندم لازم اتصل بيها واقول لها انا محلي هنا عندي كلمه شرف يا فندم. بقول لك ايه، هي يعني الجزمه كان لازم توصل النهارده؟ قصد حضرتك ايه يا هاني؟ قصدي يعني الجزمه ملهاش ميعاد محدد توصل فيه، كان ممكن تيجي aujourd'hui demain après demain بعد اسبوع اسبوعين. طبعا نو تايم، حسب الظروف. خلاص يبقى اعتبرها لسه ما وصلتش. انا جو برانس لا، وانت تطلب واحده ثانيه اليسرى. بليز يا هانم، بليز بليز. انت، انا مش هقلع الجزمه دي خالص. ها عاوز كام انت كده هانم؟ بتحرجيني. ما تكسفنيش، انا برضو زبونه المحل. امر لله يا هانم، انا حديها لك بالكوست برايس 1400 جنيه بس. كام؟ 1400 جنيه يا فندم. الجزمه دي من انجلترا ب 200 جنيه استرليني، عملنا خصم بقى ب 140، 140 في 10 ب 1400 جنيه مصري، وده الكوست برايس الفعلي بتاعها. اتفضلي يا فندم تاكدي بنفسك. اذا كنت شايفه انها غاليه عليكي بلاش منها. نو نو سي با شير دو تو. سيادتك تعرفي مدام يسرى؟ طبعا، مين ما يعرفش يسرى؟ لا ما اقصدش، انا اقصد انها صاحبتك قريبتك. نو الحمد لله يا فندم، لانها لو كانت شافتك كنت لابسه الجزمه دي كانت زعلت مني قوي. 1400 جنيه؟ جزمه ب 1400 جنيه؟ ليه؟ بتمشي لوحدها؟ كام سي سي الجزمه دي؟ ما هي جلد اوستراليان وجايه مخصوص من لندن، دي جايه مخصوص عشان يسرى. يا ست احنا مالنا مال يسرى؟ يسرى احنا بالكتير قوي بنتفرج عليها لما بتيجي في التلفزيون، لكن انا اشتري جزمه ب 1400 جنيه؟ اللي تلبس جزمه ب 1400 جنيه على الاقل فستانها ما يقلش عن 10,000 جنيه، وفي الحاله دي بقى تغير عربيتها وتغير شقتها وتغير كمان جوزها عشان يمشي مع الجزمه. ما هو انا اتورطت بقى يا بيبي، وبعدين ما كانش في حاجه في المحل عجباني. واصل بصراحه لما قالوا ان الجزمه جايه ليسرى شبطت فيه. شبطت فيها ليه؟ ليه؟ ما هو تفرق ايه عن بقيه الجزم اللي موجوده عندك؟ ما دي جزمه ودي جزمه، الاثنين جزم. وانا فعلا حسيت بالندم بعد ما اشتريتها، بس والله والله ما اعرفش ايه اللي حصل لي ساعتها. غالبا زي ما انت بتقول كده، حكايه ان هي جايه ليسرى خلتني اشبط فيها، قلت اشمعنى يسرى وانا لا. وبعدين الراجل صاحب المحل استفزني لما قال لي لو سعرها عالي عليكي مفيش داعي، بس جو مو سويز انرفي ودفعت الفلوس من غير حتى ما افكر. وبعدين لما اداني الجارانتي بتاعتها ومكتوب فيها السعر بالسهلة صدقته. السلاح ايه وجارتي ايه؟ وريني. دي فاتوره مضروبه يا هانم، بيضحكوا بيها على الناس الهبل اللي بيروحوا يشتروا اي حاجه عشان مستورده ولا ماركه وخلاص. بقول لك ايه، الجزمه دي لازم ترجع ويدفع الفاتوره بتاعت التليفون، فاهمه ولا لا؟ tu as raison chérie je m'excuse. ما تكلمنيش لغات وانا متنرفز. أسفة. بص عنوان المحل على الكيس، رجع. أرجع إيه؟ أرجع إيه؟ هو الراجل اللي نصب عليك في 1400 جنيه ده هيوافق إن هو يرجع الجزمة؟ مش عارف أعمل معاكي إيه، مش عارف أعمل معاكي إيه، وغير كده مش عارف أعمل معاكي إيه. هات الجزء البني يا محمود.
أي خدمة يا أستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللواء شاهين عبد الله، وليا لواءات كتير دفعتي في مباحث التموين ومباحث التهرب الضريبي ومباحث الضرائب. وأنا شايف بسم الله ما شاء الله عندك زباين كتير، ربنا يجعله عامل دايما، مش عايزهم يعرفوا إنك نصاب. أنا شايفك بتعد فلوس، بالمناسبة بقى يا ريتك تعدلي 1400 جنيه فئات كبيرة ورق جديد عشان ما يكلكعش بجيبي، وبالمقابل هتاخد جزمة يسرى. قولي ليه؟ لأن الجلد الأسترالي بيعمل حساسية في الرجل، والنعل الإنجليزي بيعمل كلو. هات. شكرا. على فكرة أحسن حاجة في المحل عندك إنك أنت ما بتبيعش أي شيء مستورد، من الجزمة للشبشب للزنوبة كله صناعة محلية. بسم الله ما شاء الله، أحسن حاجة هي الصناعة التي صنعت في بلدنا، الصناعة المصرية، وأحسن جلد هو الجلد المصري. قيسوا يا أخوانا وانبسطوا. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. ميرسي يا بيبي، فيليسيتاسيون، جبت لك اون في. جبت لي ايه؟ مش فاهم. بنوتة يا بيبي. شفتها، زي القمر، زي مامتها بالظبط. على فكرة أنا بفكر أسميها يسرى. اشمعنى يسرى يا بيبي؟ عشان كل ما تنادي عليها وتقولي يسرى تفتكر الحكاية دي وتلم ايدك شوية، وغير كده كل ما تنادي لها بقى وتقولي لها يسرى تفتكر الحكاية دي وتلم ايدك على طول. مشاكل مشاكل مشاكل، ستة رجالة تتشاكل، والترعة عمالة تتاكل، وكل يوم مشكلة علينا متشكلة. لا تعرف الغلطة الست ولا الراجل. مشاكل 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 مشاكل، وكل يوم مشكلة. كام مشكلة واتفشكلي، كان فوق نفوخي وطبلي. كام مشكلة واتفشكلي، كان فوق نفوخي وطبلي. يا ناس والله انا كنت عازب وتجافي، خيري شري، لكن انا اللي جبت النفوخي في جار وسري. يا ناس والله انا كنت عازب متجوزة مبسوطة مش مبوزة. في ناس كتير متجوزة مبسوطة مش مبوزة. والله انا بحسد اللي حظه احسن يا ناس من حظي، ده انا حتى كل لما ادخل بيتي كأني جاي اعزي. والله انا بحسد اللي حظه احسن يا ناس من حظي، ده انا حتى كل لما ادخل بيتي كأني جاي اعزي. على